تفاصيل هي ان كاينه جمجمه بشريه في هذا المكان لحدود ساعه، مازال ما تعرفناش على الهويه ديال هذه الجمجمه، واش ديال الراجل واش ديال المراه. لحدود ساعه بطبيعه الحال التشريح هو اللي غادي يثبت لينا السن، ما خلاش الباترون ديالو بطبيعه الحال منعوا من انه يتكلم. كنعرفوا في هذا النوع من الحوادث اللي مازال ما معروفه، واش جريمه قتل، واش حادث عرادي، واش وفاه عاديه، الناس كتكون متخوفه من الادلاء بالتصريحات في هذا الموضوع. واللي اكيد هما ما غيكونوش على علم بالتفاصيل فقط، هما غيكونوا شافوا الاستنفار الامني بعين المكان وشافوا يمكن الجمجمه البشريه. اذا هذه التفاصيل لحدود الساعه قبل نهايه سنه 2021 في انتظار دخول سنة 2022، ندخل بالصحة والعافية وبارك علينا من الكوارث ومن الجرائم ومن المصائب. إذن هادو هما التفاصيل.